ماذا تعني لك هذه الكلمات؟ الحب؟ الحب هو زي ما بيقولوا ايه، هو المية، هو الهوى، هو الحاجة، يعني هو الحب المية والهوى والحياة. يعني ما اتكلمتش معاك بحب مش هينفع، هو اللي بيعيش البني آدم. الوفاء هو الزوجة. الوطن هو الأم. الجمهور حبيبي بقى ده. الشهرة دي مبهدلاني خالص. الانتشار كانت بداية موفقة بالنسبة لي. الصحافة النقد البناء، نقد جيد وبحترمه وباخد بيه. النجاح عند ربنا. عبد الحليم حافظ تاريخ وباقي وفنان عظيم جدا. أم كلثوم الهرم بتاع مصر. وعمرو دياب الغلبان اللي في الدنيا اللي عمالين يقولوا عنده معرفش ايه وجاي له ايه وعنده مبهدلني.